لحقت اشتغلت ولا ايه؟ بس بعيد عندك، النهارده عيد ميلادي وانا على قد ما اقدر بحاول انسى اليوم ده. ليه يا عم كل سنه وانت طيب؟ لا لا طيب ايه يا عم احمد، بس ده يوم شؤم بعيد عنك ولا ليه كده؟ اقول لك انا، ساعة ما اتولدت ابويا مات بعدها على طول. على طول، ما خدش وقت يعني. بعدها بسنتين يوم عيد ميلادي برضو عمتي حصلته، صعب عليها تسيبه لوحده يعني. العيلة كلها قالت لك الواد ده شوق، محدش يحتفل معاه بعيد ميلاده ابدا. خالي عمل فيها ذكر بقى، بعد ما عدى 6 سنين قال لي يا ابن عيب انا هاجي احتفل معاك النهارده. الراجل وهو جاي توفته المنية على طول. لا والله هو كده، اي حد يحتفل معايا بعيد ميلادي او يكون معايا في نفس اليوم على طول. انت بتقول ايه يا ابني؟ لا لا ده قبلها بيوم بعدها بيوم. لا انت تمام يا احمد، في احنا احتفلنا بيه كتير يا جدع. بقول لك ايه، فكنا من سيره الميتين دي واعمل نفسك مش واخد بالك. لا بقى انا مش واخد بالي، ما تقلقش مش عايزك تشغل دماغك بالموضوع. اللي بقى انا كنت فاكر بقى اروح ايطاليا الاقي النسوان قاعده بقى، اول ما ننزل على طول تلاقي النسوان مفروش على الشوارع بس انا عادل عادل عادل. واحمد احمد برضه انت معايا يعني، مش مشاكل احنا مع بعض. كابل عربيه طويله 7 متر كده، بدله لميعه زي العيال بتوع السينما كده مستحبين دول، واي حد يبق معايا دفتر الشيكات في جيبه على طول ارميه في وش اي حد. ما حدش يتكلم معايا. يا راجل تمشي توزع فلوسك على خلق الله. مشكله يا ابو عبيد، خلي الغلابه تاكل يا جدع، انت مستكتر على الغلابه يعني. تبان عليها اشتغلت معاك على الاخر قوي. قول يا سيدي قول، بتحلم بايه تاني؟ مش عليك يا ابو حميد كمان يعني، كان نفسي كده اتجوز بنت كده موز، عارف اللي هم الكرفات الكتير دي. احب انا واحده بقى ايطاليا مليانه، انا عارف انا، ما انا رايح ايطاليا ليه؟ انا مفيدك على طول. سلام بقى، خدها كده واروح اي مطعم كده شيك وابقى لابس كويس، مش هبقى لابس كده، لا لبس بقى براحتنا، نقعد ناكل في مطعم كده من اللي بينزلوا في الاعلانات. ونسكن في كومباوند، ايه المشكله؟ اخد انا عماره وانت عماره، كل واحد ونفتحهم على بعض براحتنا بقى يا عم بقى، ما فلوس وايطاليا. تصدق بالله مفيش اي حاجه موديه البلد دي في داهيه غير الاعلانات دي. يقول لك شقه ب 500,000 جنيه على قد ايديك، هو انا ايديا قد ايه يا عم؟ 500,000 جنيه ايه اللي قد ايديا؟ و5000 جنيه قسط. هي الناس لاقيه تاكل يا جدعان. عارف يا ابو حميد، البلد دي نص مشاكلها تتحل يخلي الشو على بياض. للشباب الغلابه، ما هم يخلوا عربيات والتوك توك كل ده ببلاش من الشوارع مليانه وزحمه من ايه؟ طب جرب كده خليهم يخلي الشو على بياض، ولا هتلاقي في عنوسه ولا هتلاقي في تحرش ولا طلاق ولا اي حاجه. هو انت ساكت ليه؟ خد 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 دي هظبطها. تعالى يا ابني غير الحجر ده. وحياتك انت يا عدوله، لا هتشوف احمد اخوك امبراطور، شوف امبراطور الفلوس ده هتبقى بين صابع زي الميه، النقطه اللي هتقع مني هتغرق اللي تحت رجلي. وهتقول احمد ايه؟